يقال في الامتحان يكرم المرء أو يهان، فجميعنا نذكر أيام الامتحانات المرعبة وكيف كنا حريصين على تذكر الإجابات للأسئلة كما هي في المنهج لنحصل على علامة جيدة. لكن يبدو أن الموازين انقلبت، وهذا ما أصبحت عليه الإجابات في زمن التيك توك. ففي مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الطلبة وهو يجيب على أسئلة الامتحانات بجمل دائما ما يتم ذكرها بين رواد السوشيال ميديا وعلى طريقة مصطفى الحجي، حيث أثارت إجابة الطالب سخط المدرس ليرد هو الآخر: لازم نترك مهنة التعليم ونفتح تيك توك للطلاب. لنشاهد ما كتب الطالب وما هو رد المدرس. العظيم لازم نترك مهنة التعليم وننتهي نفتح تيك توك للطلاب. يعني هذا الطالب جايب له عديت وسائل الاتصال، كاتب لي ولك الو، خابرني فيما بعد. راح نخابرك. معقول هن هذني وسائل الاتصال؟ والله العظيم لازم نترك مهنة التعليم وننتهي نفتح تيك توك للطلاب. يعني هذا الطالب جايب له عديت وسائل الاتصال، كاتب لي ولك الو، خابرني فيما بعد. راح نخابرك. معقول هن هذني وسائل الاتصال؟ كيف كانت ردة فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الإجابات الغريبة؟ دعونا ننتقل إلى إكس لنتابع بعض التعليقات. نبدأ بميرفت والتي علقت تقول: حتى صرنا ما نعرف نشخص وين الخلل، بالطلاب لو بالكادر التدريسي لو بالأهل، والجاي أسوأ. التعليق التالي مشاهدينا كان لديفان والتي علقت تقول: للأسف أصبح جيل اليوم مدمن على المفردات التي يتم تداولها في التيك توك لحصد المشاهدات، والسبب عدم متابعة الأهل. التعليق الأخير على هذا الفيديو كان لياسر والذي علق يقول: الله يكون بعون أهله اللي يريدون ابنهم يدخل كلية الطب وهو كل وقته للموبايل. مشاهدينا، هل هناك مشكلة؟ نعم توجد المشكلة، لكن أود أن أسمع آراءكم حول كيفية حل هذه المشكلة.